في فيديو النهاردة هنتكلم عن الفنانة دنيا سمير غانم واختها الفنانة ايمي سمير غانم، وهنكشف ليكم حقيقة اعتزالهم الفن بعد وفاة والدهم الفنان سمير غانم ووالدتهم الفنانة دلال عبد العزيز. هنعرف الحقيقة كاملة، لكن قبل ما تكمل الفيديو انزل بسرعة واعمل لايك، عايزين نوصل الفيديو ده 5000 لايك، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زرار الجرس علشان كل الجديد يجيلك لحد عندك. يلا بينا نكمل الفيديو لكن بعد الفاصل. بتعيش الفنانة دنيا سمير غانم واختها ايمي في الفترة دي حالة جديدة جدا من الحزن والألم بعد وفاة والدتهم الفنانة دلال عبد العزيز، وقبلها بشهور قليلة جدا وفاة والدهم الفنان سمير غانم، لدرجة ان دنيا نشرت بوست على حسابها الرسمي في موقع انستجرام قالت فيه: ما عنديش حاجة اقولها غير اني فعلا بقيت يتيمة من غيرك يا امي، انت علمتيني الرضا وانا راضية، وعلمتيني اقول على كل حاجة الحمد لله، واخر كلمة سمعتها منك قبل ما تمشي في عز عذابك وتعبك كانت الحمد لله. انا مش زعلانة لاني عارفة انك عند ربنا الرحمن الرحيم اللطيف ومع بابي حبيبي، لانكم خلصتوا رحلتكم ورسالتكم في الدنيا، انا بس غصب عني بفضفض عشان انتوا هتوحشوني قوي، بفضفض مع الناس الطيبة اللي دعائهم بيطمني عليكم ويصبرني، ربنا يرحمكم ويسعدكم يا حبايبي اغلى الناس. كمان ايمي نشرت بوست على حسابها الرسمي في موقع انستجرام عبرت فيه عن حزنها والمها وقالت: ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. والحقيقة حالة الحزن الشديدة اللي بتعيشها دنيا وايمي خلت كتير من المواقع الاخبارية تنشر خبر اعتزال دنيا وايمي الفن بعد وفاة والدهم ووالدتهم، والحقيقة الخبر ده ملوش اي اساس من الصحة وملهوش اي دليل ولا حتى مصدر، وبالتالي هو اكيد اشاعة زي كمية الاشاعات الكتير اللي طلعت على الاسرة دي في الكام شهر اللي فاتوا. والغريب في الموضوع ان خبر زي ده مستحيل انه يتصدق، انتشر بسرعة رهيبة في الكام ساعة اللي فاتت في كل مواقع التواصل الاجتماعي واشعل السوشيال ميديا، وللأسف كتير من الناس صدقته. لكن احنا زي ما عودناكم دايما اننا بندور على الحقيقة قبل ما نعرضها ليكم، والاكيد ان الخبر ده اشاعة، اشاعة سخيفة، اشاعة سخيفة ملهاش اي اساس من الصحة. وفي نهاية فيديو النهاردة تعالوا كلنا ندعي ونترحم على الفنان الكبير سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز، ربنا يرحمهم ويصبر بناتهم دنيا وايمي على فراقهم. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص، لكن لسه اسرارنا ما خلصتش، استنونا في فيديوهات جديدة واسرار جديدة على قناتكم أسرار النجوم.